بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معانا سؤال حد بيسال على المراه اللي سكبت الطيب على السيد المسيح في بيت سمعان الابرص. بيقول ليه المسيح يعني امتدح هذه المراه مديحا عظيما، واشمعنا يعني اخصها بهذا التقدير؟ إجابة على هذا السؤال نقرأ بس جزء من الإنجيل معلمنا متى، ما بيقول إنه لما كان في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة ومعها قارورة طيب كثير الثمن سكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. السيد المسيح بقى رد عليهم وقال لهم لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، الفقراء معكم كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت هذا لأجل تكفيني. الحق أقول لكم حيثما يكرس بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه تذكارا لها. وفعلا إحنا ما نعرفش اسم هذه المرأة، لم يذكر، ولكنها في كل مرة بنقرأ الإنجيل ونقرأ هذا الحدث بنذكر موقفها، موقف عظيم. وفي الكتاب المقدس في عظماء كثيرين عملوا مواقف عظيمة خلدوا بسببها. مثلا بولس الرسول كان إنسان عظيم، وظهرت عظمته في قصة سجان فيليبي لما حصلت زلزلة والأبواب اتفتحت والمساجين هربوا، فالحارس خد السيف وبيموت نفسه، وبعدين كل المساجين بقى سابوه، يعني يبدو كانوا متغاظين منه وصدقوا هو بقى اللي هيموت نفسه، ففرحانين وبيجروا. لكن الوحيد اللي وقف ونادى عليه بصوت عظيم كان بولس الرسول، قال له لا تفعل بنفسك شيئا رديا، جميعنا ها هنا. واخدين بالكم؟ هنا بقى بولس الرسول ظهر عظمته، ان هو بيدور على خلاص هذا السجان. يعني بقيه المساجين بيدوروا على حريتهم وعلى انهم ينتقموا من الراجل اللي كان ساجنهم، لكن بولس الوحيد اللي وقف. ولذلك ذكرت هذه الحادثه كدليل على عظمه بولس الرسول. اما موسى النبي فان ربنا نفسه شهد له لما اخته هارون ومريم اخته استهانوا به، فربنا وبخهم قال لهم إن كان منكم نبي للرب بالرؤية أستعلن له، في الحلم أكلمه، أما عبدي موسى فليس هكذا، فما لفم وعيانا نتكلم معه. واخدين بالكم؟ وهكذا الله كان يقدم شهادة عن العظماء ويخلدهم الكتاب المقدس. فالمسيح اتكلم عن عظمة نوح وعظمة أيوب ودانيال. أما يوحنا فقال عليه لم يقم بين المولودين من نساء من هو أعظم من يوحنا. فهؤلاء عظماء أدوا أعمال عظيمة. أيضا هذه المرأة قدمت عمل عظيم للسيد المسيح. وخدوا بالكم أن في درجات من الإيمان، درجة أولى تانية تالتة، درجة امتياز. واخدين بالكم؟ فالإيمان إن الإنسان يقوم بأعمال عادية، الناس العاديين، لكن الناس الغير عاديين بيقوموا بأعمال غير عادية تخلدهم في التاريخ، غير الإنسان العادي اللي يعني لا تذكر له أحداث. ربنا دايما بيحب إن هو نكون لنا أعمال غير عادية تظهر إيماننا بقوة. واخد بالكم؟ فلما نيجي نقدم أعمال، نقوم بأعمال روحية، لابد أن نوديها بحب وبإخلاص وبروح طيبة. يعني ربنا مثلا في العهد القديم يتكلم بيقول إيه؟ وتقربون في ملاخي، يعني وتقربون إلي ما استوليتم عليه ظلما، الاغتصاب يعني، وما هو أعرج أو مريض فيكون هذا تقدمة قربانكم، فهل أقبل هذا من أيديكم؟ يقول الرب. يقول ملعون المنافق الذي ينزل للرب ذكرا سليما من قطيعه ثم يقرب للرب ما هو مصاب بعيب. يقول لأني ملك عظيم واسمي مهوب بين الأمم يقول الرب. فهنا ربنا بيطلب مننا عمل عظيم. هذه المرأة سكبت الطيب على المسيح، وهناك من يطالبها أنها
لو كانت كسرت القارورة. عارفين كسرت القارورة يعني ايه؟ يعني قدمت عمل على قدر طاقتها بحب بأعظم ما يكون بأحلى ما يكون، قدمت المحبة بتاعتها. يعني ما يسكب الطيب هينزل نقطة نقطة بتاع، لكن لما يكسر القارورة هينسكب الطيب كله مرة واحدة وتفوح رائحته، ويبقى عمل عظيم جدا يشهد له الكتاب المقدس في كل الأجيال، زي ما شهد لهذه المرأة اللي سكبت الطيب بأكمله وقامت بعمل المحبة بكل فرح وتعقل ووعي ومن غير إحساس بالندامة أو الخسارة. فما كانش عمل ارتجالي أو مؤقت، ولكنه كان عملته بيقين، وهي متأكدة أن هي بتعمل إيه، تقدم حبها وتسكب الطيب، ونالت التقدير من السيد المسيح والمدح. لعازر كان أحد المتكئين، ومريم ما تنساش أن المسيح ده هو اللي كفف دموعها وحول الجنازة، حولها إلى فرح، إلى عرس، والفرحة ملأت قلوبهم والبهجة ملأت البيت. فهذه العائلة ذاقت المحبة من السيد المسيح، فبتقدم له أيضا محبة نقية وصحيحة وسليمة مقدسة. فما قامت به هذه المرأة عمل عظيم جدا، لما قدمت الطيب وفاحت رائحته وامتلأ الجو من روح العبادة، هي دي العبادة الصحيحة. الناس بقى ردت فعلها إيه؟ الناس ما قدرتش العمل بتاع المرأة، حسبته أنه هو تبذير وحماقة وتسرع. هكذا الناس تسيء فهم كسر القارورة أو سكب القارورة، فتعتبره أنه هو تهور أو عدم حكمة، أو تقول لماذا هذا الإتلاف، كان خسرته إيه، كان ممكن يباع ونعمل بيه حاجة أحسن، 300 دينار نديها للفقراء. طبعا العمل ده اللي عملته المرأة عمل غير طبيعي، بس هو عمل محبة، قدمت محبة صحيحة صافية. لكن بالنسبة للناس الماديين ما يفهموش هذه المحبة، فسروها بطريقة مادية عقيمة، بوظت العمل العظيم اللي عملته هذه المرأة. وعلى قد المحبة اللي قدمتها هذه المرأة جاءت المكافأة، إنها قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. واخدين بالكم؟ وهنا بقى قبل ما نقفل الموضوع أحب أشير لأن المرأة اغتنمت الفرصة للعبادة وللعطاء ولسكب الطيب. هنا شطرتها إن هي، وعشان كده المسيح قارن ما بين ما فعلته وما فعله صاحب البيت اللي هو سمعان الأبرص. قال له إن أنا دخلت بيتك لا غسلت رجلي ولا إنما المرأة دي من ساعة ما دخلت وهي غسلت رجلي بدموعها ومسحتهم بشعر رأسها وتقبل أقدامي وتدهنهما بالطيب. فخسر سمعان الفرصة بينما كسبتها هذه المرأة. ربنا يجعلنا من هؤلاء الكاسبين الناجحين، ويعطينا أن نقدم له المحبة والعبادة لإلهنا المجد إلى الأبد.